اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. أكلة أمي النهاردة فقرة تدريبية تعليمية لكل المبتدئين في المطبخ، سواء بنات بيحبوا يساعدوا ماما أو صبيان عايزين يوروا شهوتهم في المطبخ، يعني يعملوا الحاجة الحلوة. لا يا ماما أنا عامل المكرونة النهاردة زي اللي بتعملها بالظبط. وانا بحترم الشاب اللي هو لسه في بدايه عمره لما يخش المطبخ، ممكن يكون مهندس ويكون كله تطلعات كبيره، يكون دكتور مخرج، ولكن ان هو يخش المطبخ مش عيبه يساعد مامته. النهارده معانا هنعمل المكرونه بالفراخ نجرسكو، المسمى بتاعها في بعض المنيوهات لما بنروح مطاعم تشيكن نجرسكو او النجرسكو تشيكن او المكرونه النجرسكو، وهذا المسميات بتاعتها. انا هعملها النهارده بطريقه سهله وبسيطه واعلمك ازاي تخش المطبخ تعمليها بالفليفر اللي انت عايزاه، تاخد زعتر، تاخد بهارات عربيه شرقيه، الكلام ده هنشوفه في تفاصيل الاكله بتاعتي. معانا الفول بالبسطرمه، فول بالبيض، فول بالزيت الحار، فول بزيت الزيتون، ولو خلص الفول انا مش مسؤول، انا هعمله النهارده بطريقه جديده من المطبخ العربي اسمه مطبق الفول بالبيض. هنشوف نعمله مع بعض ازاي، هياخد خضره وهياخد بيض وهنشويه على الجريلا زي السندوتش كده، ويبقى بين ايدينا مش طبق فول بس، لا طبق بروتين حيواني ونباتي، يعني بيناسب كل الاعمار وكل الشباب اللي بيحبين ياكلوا طبق فول بطعم مختلف. اما بقى مستر افوكاتو النهارده معانا، احنا النهارده بنحط النقط على الحروف، هل هو نوع من انواع الفاكهه ولا نوع من انواع الخضار؟ الافوكاتو ملوش لا طعم ولا رائحه، يعني بعد ما تمسكها بايدك كده وكده تشم ايدك ما فيهاش حاجه ريحه، الجوافه تمسكها تشم ريحتها، حتى لو واحد بياكل تفاحه لها ريحه كده، انما الافوكاتو ده له عايزين نخلق جو فيه لطيف، ممكن نعمله سبايسي، ممكن نعمله حار، ممكن سوري، ممكن نعمله حلو، ممكن نعمله حادي. اخواننا في المكسيك بياخدوه صلصات طبعا مع الاكل بتاعهم بيبقى لطيف وحلو. بعض الرياضيين بيضربوه في الخلاط مع موز مع نوع من انواع المكسرات والحليب، برضه بيبقى لطيف وحلو ومغذي لكل الاعمار. انا النهارده هعمله نوع من انواع المقبلات من المطبخ المكسيكي، ولكن هعمله سبايسي شويه، سامحوني لان انا شخصيا بحبه سبايسي. حلقتي فيها تفاصيل كتير، فيها معلومه غير معلومه، فقره تدريبيه او يوم تدريبي من اول الاسبوع كده زي ما احنا متفقين مع بعض، دي خطه الاسبوعيه لبرنامج اكله امي. ولكن نصيحه مني لكل طفل، لكل بنوته حلوه حابه تخش المطبخ تساعد ماما وتعمل حاجه حلوه على طريقه الشيف المغازي، تتابع يوم السبت من كل اسبوع. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. كالعادة وكل سنة وربنا ما يقطعها عادة، على شاشة القناة الأولى دايما لنا مفاجآت في الشهر الكريم نستعد له من 15 يوم فاتوا ومن شهر فات كمان على ما أعتقد. فريق العمل لكل القناة الأولى بنستعد للشهر الكريم رمضان عشان نطلع بشكل جميل يعجب حضراتكم وبصورة حلوة، وكمان منيو يناسب كل الأعمار ويناسب كل فئات المجتمع بإذن الله تعالى. تعال نعمل مع بعض مطبق الفول، هنعمله إزاي على طريقة المغازي، وندلع الفول النهاردة. فول متعودين ناكله بالزيت الحار، فول بالطعميه، فول بزيت الزيتون، فول بالطحينه، اما فول مطبق يعني معايا سندوتش فيه نوعين من البروتين حيواني ونباتي، الكلام ده هنشوفه مع بعض ازاي. مقاديره فول وتوم، بصلايه نقطعها جوليان، قرن فلفل حار سبايسي، وتعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. بصلايه ناخدها كده، اللهم صل على النبي، في طاسه بتسخن على النار. لا المطبق ده هيتعمل بزيت زيتون، مش هيتعمل لا بزبده ولا بسمنه. حلو قوي. والفلفل الحار بتاعنا ده كده ينزل على البصلايه، ده مش حار قوي على فكره، حنين يعني مش سبايس قوي. حلو قوي. عندنا زيت زيتون يا عم الشيف، نحط زيت الزيتون هنا في طاسه درجه حرارتها عاليه جدا، انا بحب اشتغل في النار بتاعتي تكون شديده. عيني هتدمع من البصل، اعالج الموضوع ده ازاي وانا معاكم دلوقتي حالا. اللهم صل على النبي. نقلب البصلايه مع التومه، مقادير المطبق: فول، بصل، فلفل حار، عيش صاج اللي هو العيش السوري ده موجود معانا، المسميات بتاعته في كل المطابخ سواء العربية أو الغربية، خبز الشراك في المطبخ الأردني أو الفلسطيني،
خبز الساج ده موجود مع اخواننا السوريين، الخبز العربي ده معروف في الخليج او خبز البر، دي المسميات بتاعته اهو بالشكل ده كده. اه ده موجود بتستخدميه في سندوتش الشاورما المطبق، تقدر تعمليه بافكار كتيره قوي على فكره. معانا زي الفل، تعالوا نشوف هنشتغل فيه ازاي. اه زيت زيتون، بصل، فلفل حار، والتوم بتاعنا ينزل في قلب الطاسه. عينيا بتوجعني، اعمل ايه يا شيف؟ احط عودين من النعناع الاخضر في قلب البصله. تعلمي الحاجات دي حلوه قوي على فكره. وبعد كده ارفعيهم، عشان كده احط النعناع بالشكل ده كده. اه اه النعناع بينفعنا، كلنا توم بنشرب عصير ليمون بالنعناع وبناكل ورقتين من النعناع عشان ريحه التوم من بقنا ونعرف نصلي. حلو الكلام. التوم برضو نفس القصه، النعناع لما نيجي نحمر البصلايه مفيش هنا دخان. اه خلاص، حتى الريحه ما بقتش فيها توجع عينيا خالص. اه زي الفل. هننزل بالفول بتاعنا، نهرسه كويس اهو بالشكل ده كده، فول مدمس. ولو خلص الفول انا مش مسؤول. اهو زق على النار. حلو الكلام. تعالوا نوسع علشان نعمل واحد اتنين تلاتة من المطبق. اهو اللهم صل على مقادير الفول على الشاشه. المقادير كالاتي: فول اهو، وخبز شراك، وبقدونس، وبصل، وتوم، وزيت زيتون، وملح، وفلفل، وكمون. ليه هتحط كمون يا عم الشيف؟ علشان مشاكل الفول مع الكولون. مش هنحط زعتر، الأكلة دي بريئة من الزعتر. يلا توكلنا على الله. شوية الكمون دايما يتحطوا في مرحلة أخيرة من السوى. الكمون لو غلي مع الفول بيمرره. خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع لأفكار بسيطة وسهلة متواجدة عندنا في المطبخ، المكونات بتاعتها ولكن المسمى مختلف. مطبق الفول بالبيض، مكرونة نجرسكو بالطماطم عملناها بناء على رغبة السادة المشاهدين، مستر أوفوكاتو النهاردة هناكله، أشهر أنواع المقبلات من المطبخ المكسيكي. اوعوا تروحوا معاه بعيد عننا، تابعونا بعد الفاصل. الغريبة، كوبايتين من الدقيق، نفس الكوبايه اللي عايرتي بيها الدقيق يا ست الكل، تعايري كوب من الزبده بدرجه حراره المطبخ. حلو الكلام. شويه فانيليا، بياض بيضه، بنعجن العجينه ونحط معلقه نشا. اعلي الولماذا النشا يا عم الشيف عشان تبقى الغريبه مقرمشه وتسمعي صوتها تحت اسنانك وانت بتاكليها. بخلط البيض مع البصل الاخضر او الكرات المصري الحلو بتاعنا، موجود في الخليج. ادي هوت المطبق اساسياته. عايزاه بالفراخ حط فراخ، عايزاه باللحمه المفرومه حط لحمه مفرومه، عايزاه المطبق بالجمبري حط جمبري، عايزاه بالفول زي ما هعمله دلوقتي نحط فول. اللهم صل على النبي. الله. اه وناخد يا عم الفول المخلوط ده كده زي الفل، ونقلب كده. واخده طبعا التومه واخده البصل، الشكل الحلو ده. الله، ايه الجمال والحلاوه دي يا شيف؟ ايه الحلاوه دي؟ آه. وتعالوا مع بعض نعمله. خبزه زي دي كده، ناخد خبزه اختها كده اهو، ونتنيها كده ونحطها في النص. شفت الجو ده؟ اهو زي ما انا شغال كده. وناخد خليط من ده كده اهو. ساندوتش في نوعين من البروتين غير الخضروات اللي موجوده: بصل اخضر قوي المناعه اهو زي ما هي كده، بعمل ايه يا عم الشيف؟ بلفها كده اهو اهو اهو. اللهم صل على النبي. وشيف جيب دي كده وخلاها كده. نعمل واحده كمان، عندنا طاسه نحط فيها زيت زيتون. يلا 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 اهو زي الفل. تشكيله من السي فود وشخشخ جيبك زي ما بقولوا، يعني كابوريا قشريات او جمبري، ولو عندك استاكوزا حط. اللهم صل على النبي. كمان واحده كده. كل انواع السي فود دي موجوده عندنا: جمبري، كابوريا، بلح البحر او جندفلي. بنحطهم على النار، تشوحوا مع بصلايه ناعمه، فص توم محترم، بهاراتك ملح وفلفل، معلقه زبده خدت لون، بننزل عليها بشويه حليب. يا نعم، هو
ينفع، سؤال جالنا على السوشيال ميديا، ينفع نستخدم الرقاق الطري بدل الرقاق العيشي السوري؟ ينفع، كل حاجة ممكن تنفع، ولكن احنا بنتكلم في حاجة ممكن نعملها كده، ولو عملناها بالشكل ده مش هتقول لا. المطبق في قلب الطاسة بيتكلم مصري، المطبق ده من الأكلات المشهورة في الخليج، في المطبخ السعودي اللي بوجهله تحية كبيرة من مازبيرو. زي الفل يا عم الشيف، هسيبه في النار. يا أخبار المطبق؟ نعم يا غالي. بيقول لي انت ايه اللي حطيته في قلب الحله ده وانت بتحط؟ شوف ده كده من ورا وجيت حاطط حاجه خضراء، ربنا يخضر ايامك يا مغازي. ده نعناع اخضر بيحمي الخبزه بتاعتي من النار الشديده اللي سخرت غصب عني. شفت المطبخ؟ هو ده المطبخ، وده شكل جميل حلو لما اكل اللقمه الاقي فيها فليفر مقرمش كده من النعناع الاخضر اللطيف. مدرسه وديها شويه زيت زيتون. ايه اللي بيحصل هنا؟ اللي بيحصل هنا المكونات بتاعتي فيها بيض، فالبيض هنا بيستوي في قلب اللقمة، واللقمة في نفس الوقت بتتحمص. حلو الكلام؟ خلينا نغرف بس الأول ليه اللي هو المطبق بتاعنا. زي الفل. طبعًا هتقول لي قطع واحدة يا شيف، وريني بقى الفول استوى ولا ما استواش من جوه والحاجات بتاعتك دي يا شفيق، أنا عارف. إيه الجمال والحلاوة دي؟ آدي واحدة. عينيا زي الفل. وآدي التانية، اللهم صل على النبي. أهو. نخليها كده. حاضر، اللي بالك عينيا اهو مطبق اهو، ودي كمان مستويه وزي الفل اهو. مطبخنا على شاشه القناه الاولى، رؤيه فن ابداع تدريب طهوي لكل المبتدئين في المطبخ مع بدايه اسبوع سعاده وهنا يوميا. منين يا عم الشيف؟ من مازبيرو.